السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طلاب الصف التاسع. اليوم سوف نتابع حل التدريبات الفهم والتحليل ثم التذوق الأدبي، فلنبدأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نتناول الفهم والتحليل صفحة 31. يلا الكل يفتح معي يا مس على صفحة 31. طيب نشوف شو السؤال الأول بيحكي. السؤال الأول: دارت القصيدة على فكرة أساسية أراد الشاعر تأكيدها. ألف: وضح هذه الفكرة. ب: هاتي ثلاثة أفكار جزئية وردت في القصيدة. طيب ألف: وضح هذه الفكرة. شو هي الفكرة التي دارت حول القصيدة التي أراد الشاعر أن يؤكدها؟ اللي هي: ينهى الشاعر الشباب الذين نعقد عليهم الآمال عن التقاعس والعجز والكسل، ويحثهم على النهوض والعمل من أجل رفعة مجتمعاتهم وبلدانهم. احنا بنعرف انه الشاعر نهى عن ايش؟ عن التقاعس والعجز والكسل لدى الشباب. يجب ان يكون لدى الشباب ايش؟ همة وتفاؤل وأمل واجتهاد، وأن لا يكون متقاعسا، ويحثهم على النهوض والعمل من أجل رفعة مجتمعاتهم وبلدانهم. طيب ننتقل للإجابة باء: هاتي ثلاث أفكار جزئية وردت في النص. بدي ثلاث أفكار جزئية وردت في النص. شو هم؟ واحد: الكسول يكثر من التشكي والتذمر، أما صاحب المقصد النبيل فإنه يسعى لتحقيق أماله بعزم. اثنين: الكسل والتقاعس مرض يصيب المجتمع ويهلكه. ثلاث: الشباب هم أمل الأوطان وعدتها. إذا هدول ثلاث أفكار جزئية وردت في النص، بتحفظوهم يا مس عن غيب. طيب السؤال الثاني: لماذا نهى الشاعر عن شكوى الزمان؟ ليش نهى عن شكوى الزمان؟ ليش إنه نهى الشاعر إنه ما بصير الإنسان يضل يشكي عن الزمان ويتقاعس ويضل يتذمر؟ ليه؟ لأن الكسول العاجز المتثاقل هو فقط من يشكو من الزمان، لأنه الإنسان العاجز والمتثاقل واللي ما بحب انه يكون عنده تفاؤل وما بيكون عنده اجتهاد هو بس فقط من يشكو من هذا الزمان. طيب السؤال الثالث: حدد الشاعر في البيتين الرابع والخامس اسبابا لنجاح المسعى وتحقيق الاهداف، وضحهما. ارجعوا على البيتين الرابع والخامس اقرؤوهم. حدد فيهم الشاعر اسباب لنجاح المسعى وتحقيق الهدف. خلينا نوضحها. الجواب: الاستهداء بالحكمة والآراء السديدة والتسلح بالمقاصد والأمنيات النبيلة. إذا يجب على الإنسان أن يكون عنده حكمة ورأي سديد وتسلح بالمقاصد، يكون هدفه وقصده ومقصده هادف وجائز، وأمنياته إيش تكون؟ نبيلة. إذا هذا بالنسبة لجواب السؤال الثالث. الآن ننتقل إلى السؤال الرابع. طيب السؤال الرابع شو بيحكي؟ كيف يكون الكسل مرضا يصيب البلاد؟ كيف ممكن الكسل بيكون مرض يصيب البلاد؟ من خلال ايش؟ امتى البلد بتحس انها عاجزة؟ من خلال شو؟ شو حث الشاعر في القصيدة؟ شو حكينا قبل هيك؟ طيب: حين يعزف الأفراد عن العمل ولا يبدون رغبة في الإسهام في البناء والتقدم بمجتمعاتهم، ويتحولون إلى عالة وعبء على أوطانهم بكسلهم وسلبيتهم. يعني الشباب لما بدهم يصيروا يتقاعسوا ويتكاسلوا وما بدهم يشتغلوا، هون بصير في إيش؟ بصيروا عالة على المجتمع. فهذا الكسل بتولد إيش؟ من مرض يصيب البلاد، تبطل البلاد لا تتقدم ولا تزدهر. طيب السؤال الخامس: عد إلى القصيدة واستخرج البيت الذي يوافق في معناه مضمون كل مما يأتي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب إيش البيت المقابل لها؟ واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل، ما ظل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل. طيب با: قال أبو الفضل الرياشي: وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. الجواب: وانهض ولا تشكو الزمان، فما شكى إلا الكسول. الآن جيم: قال المتنبي: تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وقعدت مكتوف اليدين تقول: حاربني الزمن، ما لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن. دال: قال الشافعي: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ذاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أمل يلوح بريقه فاستهدى يا هذا بريقه، ما ذاق عيشك لو سعيت له ولو لم تشكو ضيقه.
الآن عزيزي الطالب انتقل إلى التذوق الأدبي صفحة 32. الجميع يفتح معي الكتاب صفحة 32 التذوق الأدبي. طيب السؤال الأول، رسم الشاعر في القصيدة صورة للمتشائم، عد إليها ولخصها بأسلوبك. كيف رسم الشاعر قصيدة في القصيدة صورة للمتشائم؟ ماذا شبه المتشائم؟ لو ترجعوا للشرح اللي شرحت لكم إياه، في صورة شبهها للمتشائم، ألا وهي صورة المتشائم الذي يعكس حديثه تشاؤمه وشكواه الدائم من زمانه بالغراب. شبه المتشائم بصوت الغراب الذي ينعق ولا يريد لأحد أن يواجهه بحقيقة أمره، لأن الحقيقة تؤلمه وتكشف ضعفه وتجعله مجرد شخص عاجز لا مكان له في الحياة بين أولي العزائم والمقاصد النبيلة. طيب السؤال الثاني، وضح جمال التصوير فيما يأتي. ألف، وانهض ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول. ماذا هنا صور الشاعر في هذا البيت؟ صور الزمان بإنسان يثير نقمة الكسول فيدعي أنه هو سبب عجزه وتقصيره. ب، تلك الحقيقة والمريض القلب تجرحه الحقيقة. شبه المتشائم الذي يرفض أن يعترف بحقيقته كعاجز مضياع للفرصة ويفتش عمن يلقي عليه اللوم ليبرز عجزه بالمريض القلب المكابر الذي يرفض الاعتراف بمرضه. جيم، وطني أزف لك الشباب كأنه الزهر الندي. ماذا شبه الشباب في هذا البيت؟ صور وشبه شباب الوطن المعطاء بالزهر الندي المتفتح. السؤال الثالث، بعد دراستك القصيدة أجب عما يأتي. ألف، إلى ما يرمز كل من الذئب والغراب؟ الجواب، الذئب يرمز لأعداء الوطن المتربصين به. لمن أصدم؟ عن العدو والصهاينة. والغراب شو يصدر؟ مصدر لإيش؟ مصدر للشؤم. ب، هل وفق الشاعر في توظيف هذين الرمزين ولماذا؟ نعم، فالذئب في الحقيقة يتربص بفريسته منتهزا الفرصة للانقضاض عليها. أما الغراب فقد حيكت الكثير من الأساطير والقصص التي جعلت منه نذير شؤم، حتى قالت العرب أشأم من غراب. السؤال الرابع، يشيع في القصيدة عدد من المشاعر، عين موضعين تلمح فيهما هذه المشاعر محددا نوعها. طيب أول إشي التفاؤل والأمل، مثل كفكف دموعك واسلك بهمتك السبيل ما ظل ذو أمل سعى. التقليل من شأن الكسول المتشائم وتحقيره، اقعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها. محبة الشباب المجد العاقد العزم على رفعة بلاده، وطني أزف لك الشباب. وبهيك يا مس انتهت الحصة. إن شاء الله في واجب بيتي عليكم، السؤال الخامس صفحة 32 التذوق الأدبي، اللي هو اختر أجمل بيت أعجبك في القصيدة ووضح سبب اختيارك. يعني بعد ما تكتبوا لي شو أجمل بيت أعجبكم، أعطوني سبب إعجابكم في هذا البيت. تنقل جميع الإجابات على دفتر المهارات وبتبعتوا لي الواجب على الواتساب مع مس سلام، رجاء يا مس، لأنه بدأ أحط علامات المشاركة للجميع. ويعطيكم ألف عافية.